شطارة الأمهات في المطبخ ما يختلفوش عليها اتنين، أما في البلاطو الله أعلم، أمي أقوى من أمك. الآن ترى زوج مترات ثلاثة. آه سلام عليكم، كيما راكم تشوفوا راني نحاول كيفاش نبدل الديكور، دونك لازم حسابات مميزة. الله غالب. سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم، مرحبا بالجميع أينما كنتم وحيثما وجدتم. البرنامج تاعكم اللي تعودتوا عليه أمي أقوى من أمك يعود إليكم بقوة دائما. دائما عندنا طبعا أسرتين، أسرة وأسرة، أم وأم مع بنتها ولا مع ولدها، يجوا لهنا يشاركوا معنا باش يقدروا يربحوا من 5 ملايين سنتيم إلى غاية 100 مليون سنتيم إذا كان شاركوا معنا 5 أعداد متتالية، ولكن كل ذلك بفضل الحلقة القوية تاع البرنامج اللي تعطي النتائج وتعطي التحاليل وتعطي الأرقام، خاصة في الوقت الفيصل. يا سلام يا سلام، إنها العالمية مونيكوك. صباح فيصل. صباح. الحمد لله. حالة قاع. راك اون فورم. آه لازم 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 الحيوية والنشاط، باسكو عندنا أسرتين هم جايين يلعبوا معانا، كي شايفة. إيه تالمون اون فورم كو واقيلا ديسيدي تبدل الديكور. شوف أنا هاد الديكور راني حبته يقعد كيما راه، لو روج سي ما كولور بريفيري. أنا ما حنبدل والو أنا. على بالي ومن بعد نقصروا عليها. نتوما مشاهدينا الكرام خاطيكم ديكور علينا، لي زانغريديون علينا، ولي بلا لبنان عليكم. زوج عائلات رايحين يتنافسوا باش يربحوا مبلغ مالي، ولازم باش يربحوه لازم يعتمدوا على ثلاث قوانين. القانون الاول لازم يديروا لنا ان بلا بنين في وقت محدد. القانون الثاني عندهم دقيقه اون مينوت كرونو باش يجيبوا كامل لي زانغريديون اللي يسحقوهم. والقانون الثالث والاهم اللي بديت به دايور سي البنه، ديروا لنا ان بلا بنين بزاف. فيصل قول لهم شحال يقدروا يربحوا. يقدروا يربحوا من 5 ملايين سنتيم الى غايه 100 مليون سنتيم. ولا حبوا لازم منهم الحيويه والنشاط، نروحوا مباشره موني تعرفوا على الاسرتين. الاسره الاولى مع البنت خوله والام زليخه، واللي تجاوزوا المرحله الاولى بكل سهوله بعد تعثر المتنافسين ديالهم، قروا العوده من اجل هذه التجربه الرائعه. نروحوا كذلك نتعرفوا على الأسرة الثانية مع ميسى البنت والأم سليمة، واللي راهم عازمين على الفوز باللقاء واعتلاء الهرم والجلوس على عرش اللعبة وعرش القوة. أنا نقول لهم حظ موفق للجميع، حظ موفق للكل، وحظ أوفر وسعيد بينشر المونيكوكا. أيوي ما تنساوش راني حنراقب ونشوف كامل واش راكم ديروا، وتاني كامل واش راكم تهدروا، راني نشوف ونسمع حاجه ما تغيب لي. دونك كونسنتريفو. انا نقول لكم سيداتي ونسي سادتي لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا تشينغال. نعود نرحب بكم سيداتي ونسي سادتي من جديد، وتنطلق الجولة الأولى والشوط الأول بيانشير مع خولة والأم تاعها زليخة. لا ما نساو بيانشير ميسا والأم تاعها اللي حاضرة معنا بقوة سليمة. يا ترى شكون راح تكون هي الأقوى في آخر المطاف؟ هاي دقيقة هذيك ما تنسيهاش ما تنسيهاش. الآن لازم تقولوا لي واش كاين تحت هذا الجرس. الوجبة الثانية تسمى، أنتم راكم في العدد الثاني على التوالي. نعم داود باشا. نعم داود باشا. داود باشا. أوه عودت لنا داود. داود باشا أقلو. أها ولا شاورما. دوك نشوف قلت لك داود باشا ولا شاورما. ثلاثة اثنان واحد، بسم الله على بركة الله. أنا نشوف فرماج. فرماج بلون هايل، فيها 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 دوك التقابي غريار غريار. وي سي دي غريار. وي سي فريمون على باكالا. الاخر يبداو يروحوا للامور. نعم هذا واش ديروا به؟ هذا تاع داود باشا. اي 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 حنتعرف سويا سيداتي ونسي سادتي على داود باشا. زدنا اوغلو باش تجي اوغلو العالميه. دقيقه واحده باش تجيب لنا كامل التوابل ايوي والعناصر الخاصه بداود باشا. اوغلو يلا انطلقي. 59 58 57 56 ثانية. داود باشا داود باشا أوغلو. ألو كاين هذا طوماطيش هنا عندكم الثوم، هذا البصل، هذا تقدر نحطوا البصل هذه الجهة، ما تنساش حطي لي هنا حذاري 44 يونضاشي يونضاشي طماطم مصبرة،
وها هنا 35 ثانية 34 ثانية لازم تكوني سريعة لازم تكوني سريعة العالمية داود باشا ما فيش العالمية ما درنا والو هاي هلا ملح الفلفل الكحل هذاك عكري 21 ثانية هذاك الفلفل الكحل سبحان الله العظيم هذا زيت هذا زيت الفلفل العكري هذا تبنيني زيت هذا ها طاقة اخلعتيني 14 ثانية 13 ثانية 12 ثانية واستر روحكم 11 10 ثواني 9 ثواني شوفي مليح كاش ما سيتي حاجة ولا الأمر مهم جدا باسكو الدقيقة هذيك فيها وعليها 5 ثواني 4 ثواني 3 ثواني شوفي مليح 2 ثواني ثانية خلاص أمي 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 بيان بيان أنتوما الجماعة بيان سير تخي بيان ألور ما نسيتو والو شوفي شوفي هذا هو قولوا لي الوجبه هذه يعني كيفاش تعلمتوها ومنين جبتوها هذه الوجبه الاصل تاعها مش جزائري هذا المشرق العربي هما اللي خدموها كان اللي يقول اصل تاعها جايه من الترك من تركيا من تركيا وي صحيح وكاين اختلاف كان مصر يبغوا يسبوها لروحهم وسوريا يسبوها كذلك لروحهم وانا سمعت خوليكو قال لك باللي لبنان كذلك نسبوها لروحتهم دونك بلا تحياتنا لخوتنا اللي في مصر تحياتنا لخوتنا اللي في لبنان تحياتنا لخوتنا في سوريا تحياتنا لخوتنا في تركيا ولكن الجزائر هي الأقوى يا سلام بركة الوصفة الأصلية ما فيهاش الفرماج الفرماج إضافة من عندك هذه يا سيرتون أوغلو أوغلو هذه تاع أوغلو جميل جدا نستناو حنا دوكا مونيكو تعطيكم الوقت اللازم لتحضير هذه الوجبة يا موني كم 15 دقيقة عطاتكم موني كوك باش تحضروا لنا هذه الوجبه خوله صافا راه السناي خوله يا خوله خوله راهي مليك شوف ما نهضرش معاك كاع راهي جاني مليك دونك ما تشوفش كش منها غير ولا عندك عين من هذيك حاجه واحده اخرى ما تقلقيش يا خوله مازال نعطيك الوقت اللازم ولك السناي يا سي يا حاله ماما امي 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 بون داكور خوله ما تقلقي ما والو يكفيكم الوقت هذا ان شاء الله باذن الله يكفيكم يا الله انطلق يا خوله الان انطلقي ويلو خوله ما تشوفيك ما والو سبا نورمال صح يا ما تنسيش خوله عمليه التحضير تكون هنا في هذه الطاوله معليش جميل جدا فاهم المقالي ما تنسيش الحطبه جميل جدا الحطبه ولا اللوحه نسعى تعبير لوحه خشبيه باش نقطعوا عليها ونديروا عليها الامور 14 دقيقه 41 14 40 14 39 38 ثانيه بلاكي صبعك بلاكي صبعتك هذا الطبق اللي اسمه داود باشا سي فري كو هو طبق جو بونس من اصل لبناني مي ما يخلعكمش الاسم سي جوست دي بوليت دو فياند دون جو صوص طوماط هذا مكان اي راني نشوف باللي المتشاركه تاعنا رايحه دير دو فروماج لداخل هذا كما يقولوا سي اون انوفاسيون من عندها حبت تزيد دو فروماج على الانتيريور مليحه سي اون بون ايدي يا دريدا بنين واش قاعد تكلموا بصح باك الصمت الرهيب هنا واش كاين شغل ما نهضروش ما قيم بالعقل دير الزيت دير الزيت حنا وكوري دير عليها وانا هاني كنهضر معاهم ما تخافيش حفتي خولة خا قلي في ديك دير لاصوص في هذيك بالك النار يا خولة 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 حذاري خاصة انتوما يعني اللباس تاعك عباك تلهب فيه ولا لا قدر الله ولا قيم بالعقل ما تقلقي ما والو مازال عندك الوقت 10 دقائق 56 هاي 10 دقائق 53 52 ثانية 10 دقائق و50 ثانية كما تشاهدون على الصورة ما حبش نتكلم كاع واحد راه يقطرك تك تك تهضر مع روحي كاع مانيش لا صح الضياف مادام قلتي لنا يوتيوب كذا منا ويعني تواصلي بزاف في كما نقولوا احنا في المواقع لا باك والله العظيم غير التواصل الاجتماعي بمعنى تقدري هكا تحكي وكأنك على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مثلا وي الوغ يفو راكونتي بون Alors, très bien. بعد ما خلطنا كاع المكونات تاع اللحم المفروم درنا معاه دقيقه من فضلك انا نروح نشوف الجيران انت كملي معنا اوكي ماشي في خاطر كملي مع خاوتي راهم يشوفوا فيك انا نروح نشوف الجيران تاعنا بابا با سليمه الام راهي واقفه نشوف قايم قره وراهي عازمه راني جاي راني جاي امي يا امي راني جاي كمبري اسم ديوش كامل ايه لا لا كمبري ممكن تفضل مرحبا السلام عليكم السلام ورحمه الله مليح شويه نسمع هذيك تاع طون فورتا ولا كويزين وي ماني روسي ها بو
عجبتكم علي اورغانيزي مليحه وحده هكذا في الدار بصح مرحبا بصح ما بلو بوزور تاعها بكل شيء على بالك عجبني لو بلون دو ترافاي عجبني اه بون وي هيا Ah, le plan, c'est ça l'essence. Là, c'est le plan, le plan de travail. Ah, le plan. Oui, ah, le plan de travail. D'accord. Hein. Ah, après, on verra. Mais là, pas du tout. Bah, il y a les trolls. Parce que des matchs à tous les. Et d'accord, quand tu bats 10 secondes, t'inquiète, t'as-tu comme le mot de samedi, t'as pas juste à dire le mot de Après 10 minutes, vous pouvez intervenir. Yani. Oui. Ou le temac, l'intervention d'acte, il y a deux prix, ou la GB, ou les épices, ou ça dépend. Oui. Alors, si vous avez le temps, vous avez le temps. الوقت يولي يجري ما هذا الذي يحدث في الاستوديو عمرك سمعت حاجه مليك تجري يقول كون سي جامي نخلوكم مش ما تسكتوا كاع ما تهضروا والو بصح يا خويا عندي ما نسمع من الجهه اللي مليك يا الله يا الله 5 دقائق و44 ثانية حذري اذا كان حابة تدخلي طعمتي على الزر الاحمر قريب يلحق الوقت تاعك مازال قريب يلحق قريب يلحق 37 شوفي 37 36 35 34 ثانية 33 30 ثانية 29 ثانية 28 26 ثانية 27 ثانية مازال عاد شوفي هاني نحسب لك هاني نحسب لك يا سولي غايبنا يا يما 19 ثانية 18 ثانية 17 ثانية عاودي ولي لمكانك يا حنونتي يا أمي العزيزة 11 ثانية 10 ثواني أمي 9 ثواني أمي بدات الحالة تروح فيها يا أمي ما هذا الذي يحصل يا أمي ما هذا الذي يحصل 4 ثواني أمي 3 ثواني أمي ثانية تقدري تعبطي وتدخلي أمي يلا وش ديري طلطلك كالسهم طلطلك كالفراشة 45 خليها تبقى تبكي انا راح خلاص انا دوك نبدا نولي من الفوق نبكي بالدموع لا هاي مزيا امي 4 دقائق و7 ثواني وست ثواني بالك يصبحتك بلا حلقة خل ندير دي دي كامبو ما تشمل تيها مليك جيت نجري دركا يرحم والديك سينو دوك نبداو الو المطافي الو الاسعاف علاش عليك 3 دقائق 51 3 دقائق 49 3 دقائق 48 هذا الدنيا دا راهي حمراء الدنيا كاع راهي حمراء باشا دوا داود باشا جبت باشا عاود تدخلي دقيقه 3 دقائق و33 دونك داود باش تعاودي عبزي با 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 25 تعاود تدخل 23 22 21 عاود دخلت الام زليخه اي 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 مازال سالي يحدث 11 10 مراوغاتو 8 7 6 5 5 بالك تعاودي ترجعي في الطنجره 3 59 57 57 عاودي ولي الوقت الى مجراها الطبيعي يا سلام با 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 اي 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 الدنيا كاع حمراء داود يعني باشا هذا احمر كاع احمر بنيه شتي بيان بيد في بزاف لا بزاف في الفلك حلاله لا وتا السكر درت في الفلك حلاله درت سكر ديري حتى السكر باش تنحي بالك الفرنسيه دقيقتين في 30 مره قويه بالك حذاري ثم حذاري ثم حذاري يا حا طفيها حبيتي طفيها على بلاش واش مقفله اي بالعقل ركزي دقيقتين 21 دقيقتين 20 ثانيه و19 و18 و17 و16 ثانيه و15 ثانيه و14 ثانيه و13 دقيقتين و11 ثانيه و10 ثواني حذاري يا ربي شكون راكم قريب تكملوا دقيقتين و4 ثواني خلاص قريب يكملوا دقيقتين و ثانيتين
احنا نلحقوا قريب نلحقوا العد التنازلي الاخير. ولا لا لاصوص طايره لاصوص لاصوص هذيك شغل صايد ديش ما عندنا سوسه وي شهيه طيبه مسح الشهيه طيبه ماما مش عارف خلاص دقيقه و40 ثانيه دقيقه 39 العالميه الان بابا بابا با العالميه راح تغسل العالميه او يو 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 معدنوس دقيقه و32 دقيقه و31 عاودي جبدي الحطبه دقيقه و28 ماشي تما اروح هنا معليش اروح الى هنا اروح الى هنا دقيقه و23 دقيقه و22 و21 و20 ثانيه و19 العالميه قولي العالميه وديري بيدك هكذا باش العالميه لا لا ماشي هنا لا هكذا ورميها العالميه باش تجي شبه العالميه نعم ايوا حكميها هكذا دوكا كي تجي تقطعيها حكميها بعقلك هكذا وديري لهم هكذا شوفي في الكاميرا العالميه العالميه يا حي خلاص رانا في الدقيقه الاخيره يا محينك ما كان العالميه دوك لا والو 55 54 53 52 51 50 ثانية 49 48 47 ثانية 46 ثانية 45 ثانية الوقت راه يمر الآن يمر 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 ويعبر 41 40 ثانية 39 38 37 يا أمي يا أمي مكانك يا أمي حافظي على مكانك وحافظي على التباعد يا أمي يا دوك نقلب الدنيا يا أمي هاكي حابة كيفة أمي علاش علاش 28 أمي 27 ثانية يا أمي مصبانة يا أمي يا زليخة حكمي مكانك اي والله تعبتي على التباعد خجالي انت كاع والله العظيم خوله خلاص عندك خلاص 17 حبيتي كل حاجه تحطيها في مالي صبري راسك 16 15 14 13 12 ثانيه 11 9 8 7 5 6 5 5 6 4 3 2 1 خلاص اي والله هاشم بالي غوتار مو بون مي معليش مي سي با ان بروبليم كي خلاص حطي يديك باينه خلاص ها خلاص دوك قعد هكذا زعما حول ولا قوه الا بالله وين نقول لهم كدا يديروا لك كدا تقول لهم كدا يا يديروا لك الدين ديالي من هيك تقريبا دارت لنا ديكا سمعت الشم قبيل بديت نجري انا تشتا الدنيا عم بالي كاش ما صرا بصح ممكن جدا هاد الاطباق هادو يسلكوك راح يسلكوك الاطباق راح يسلكوك جاب لي ربي والله يعلم باسكو عندك منافسه قويه من الجهه اللي بالهيك تي ما على بالكش وراه لي روح طبعا للعائله الكريمه وراه لي روح المونيكوك نقرب نشوف ولا نقرب منه نعم نقرب نشوف ولا نقرب منه منا هكذا هو تقدر يديري هكا وتشوفي زعما ما كاينش تشوفي حطك زعما شغل زعما راكي تقولي لي باريش نشوف انت طيبتيهم لا حطيتيهم وجدتيهم ومن بعد كي حطيتهم زعما نشوف واش تشوفي هذاك يروح للعائله هذاك يروح للشيف بون هذا تاع العائله هذه هي الشيف موني هذا موني وهذاك تاع العائله يلا روحي مع الام تاعك راهي تسنى فيك على احر من الجمر طبعا الام راهم يسناوك من الجهه اللي من هيك روحوا غير بلا قلب بالك وطيحوا اتونسيون طلعوا في الدروج طيحوا لنا موني كوك داود باشا اوغلو راو جاي يا مولاي با 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 عرف ضربي فيها بون راني هنايا بور لا دوزيام فوا الحمد لله يا ربي قدرت نجتاز المرحله الاولى هذه المره حسيت روحي بليز على المره اللي فاتت مالغري كان الوقت شويه قليل بصح حاولت اني نكمل قبل الوقت وان شاء الله يا ربي تشوفوني بور لا ثوازيام فوا باذن الله شويه خضره والوقت ما عطيتش السنه دوك نقص شويه ملح مي جو بونس الي بون شويه خضره نقصها طياب يلا هندوقوا هاد داوود باشا بيان سور النتيجه راح نشوفوها من بعد سيدة
سيدتي أو نسي سادتي أيوي، نروح مباشرة الآن للجولة الثانية طبعا مع ميسا والأمتحة سليمة. يا سلام يا سلام يا سلام، ميسا راهي معولة، تقولكم اليوم أمي سليمة هي الأقوى. أي بيان سور، بصح مسكيت خولة راح تخليك. آه مسكيت. قبل ما نعطيك دعسك صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. هاكي واجدة؟ أوفا. باسكو مقبلة في لي كوليس كنتي خايفة شوية وكيفاش ندير وكذا، هاك لاباس بيان تخي بيان. عندك كوتش منا، عندك الأم تاعك بصح أون ميم طون كوتش باش باش توريك، قال جيبي هادي ما تنسيش هادي، حطي هادي، الزيت ديري له هكذا، الملح ديري له هكذا. بصح أنا واش مادا بيا نعرف؟ مادا بيا الآن نعرف لو بلا. فوالا لو بلا. ألو مدام. وي. واش رايك؟ وي أون نو نشوفو. لا بيان سور نشوف، بصح انت واش رايك زعما؟ عندكش هكذا فكره هكذا واش كاين الداخل؟ عندي فكره. وشنو هي؟ يا لي سكالوب يا محمر. نو لي سكالوب، كي تقولي لي سكالوب اسمها واسمها لا روسيت واسمها. ايه لي سكالوب على صوص بلانش. اولا لا اسكالوب على صوص بلانش. وانت مثلا ما عندك حتى فكره؟ ديري ما عندهاش فكره، ما تقولكش فكره. معليش حنا نروح مباشره نتعرف سويا على الطبق اللي راهم رايحين يحضروا هنا. حذري حذري، ثلاثه اثنان واحد، بسم الله على بركه الله. اولا لا كريم فريش، كريم فريش بيض الله الله، فيها واحد البياض ناصع. هذا هو البياض الناصع. بصح انا نشوف هكا ما نعرفش لا روسيت، ما نكذبش عليكم. سي ليسكالوب اه لا كريم، لا كريم بلانش على صوص بلانش، على صوص بلانش كريم بلانش. كي واش دو دقيقة واحدة إذن راهي تماركات التما كي تشوفيها مليح. Are you ready؟ Yeah. Yeah. Go! 59 ثانية. ما تخليهاش وحدة، قال جيبي هكا ما تخليهاش وحدة. الملح بك حلا روح الموتى. تخي بيان. ألوغ هذا زيت. هاي تمشي مليح، خاطية كاع راحتها 51 ثانية ديجا. 50 ثانية هذا ملح. 48 47 ثانية 46 ثانية. راهي تمشي بلا قلب. ايه خاديه كم راحتها؟ هذا كلب، هذا اسكالوبي الدندوك. 34 ثانيه هذا 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 بيان جو شامبينيون ولا فقريات ان صح التعبير في ذلك. هذا 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 لا موطارد الخردل. 26 ثانيه 25 ثانيه 24 ثانيه 23 ثانية، هذا ما كان غير خمم له 21 ثانية 20 ثانية 19 ثانية لازم تخمم له على راسك 18 ثانية 17 ثانية خمي أمي العزيزة 15 ثانية 14 ثانية ما نسيت والو شوفي مليح بالك تصل بالك توم 10 ثواني 9 ثواني سبع ثواني واش ما لقيتيش واش ما لقيتيش كاين 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 محال ما كانش محال ما كانش عاودي عاودي خلاص عاودي عاودي خلاص 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 خلا من هي خولة ما تنسيش روحك ما تنسيش زوليخة ما تنسيش روحك يا إما زوليخة ما تنسيش روحك حالك وانتي يا هكذا خلاص زعما هبطي ما عليش ماشي مشكل ما عليش مشكل كاش مشكل أكو متأكدين بلي ما زيتو حتى حاجة نورمال ما إلا لو بوغ ما جبرناش باني ماشي ما كتبناش بالك بالك ما كتبتوش بالك دوك انفيستيغيشن دوك راح ندير تحقيق هاي قالتك واقيلا ما كتبناش باسكو هذه باسكو لا بروبوزيسيون تاعها هذا الوغ نستناو الان موني كوك شحال راح تعطيكم الوقت اللازم لتحضير هذه الوجبه الغذائيه دوك نشوف 15 دقيقه نورمالمون 15 دقيقه تكفي امي تكفي تكفي سوفيزامون ان شاء الله هي تكفي بالنسبه لك ان شاء الله يلا هي الطريق يا ملا بابا 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 با. والو 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 14 دقيقه و57 ثانيه و56 ثانيه والوقت الان بدا يتدفق يمر ويعبر هذه هي 14 دقيقه و49 14 دقيقه و49 بزاف الامور هي على بالك يعني المكان تاع العمل تاعك هذا هادو ما بون ما تخش روحي ما تنساش باللي المشاهد الكريم راه يشوف فيك ميسا دير حلا بوالت حما ديري لا بوالت حما ما ديرناش العراقيل باش ما نشوفوش ديري اون بوالت حما 14 ثانيه و29 ثانيه 28 و27 ثانيه شكون اللي طيب بزاف في الدار انا وهي مرايا ايوي لا مامو مسكينه المحانه الام دائما هي اللي طيب بزاف في الدار ايوي مامو كاع كاع نطيبو مامو كاع نطيبو كاع نعاونو هذه هي وهي طيب شويه في الدار طيب شويه تبغي تبغي بيان عندها روح روح المبادره في عمليه الطبخ ملاح سي بيان بصح شكون في
الفطار اللي طيب تما في الاطفال اللي عندك لا غير هي عندي الكبيره ما طيبش بزاف بصح هي طيبت باش الكبيره ما طيبه باسكو لو غو كاسيون دو غو اه هي شويه مايله لورغانيزاسيون وهذه مايله لا كويزين صح على بها جبتيها خلاص ما الاخرى ما تشاركش تشارك هذه باسكو الاخرى ماشي بنين ماشي ماشي بنين لازم نقولوها راه عاد تتعلم يا حي اسمع 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 ريهام يا ريهام يا ريهام يرحم والديك يفو سابليكي في الطياب يا ريهام لازم الانسان يحط راسه يا ريهام باش البنه تجي بنينه يا ريهام تك صغيره خير منك خفيه 13 دقيقه و24 ما يسخفي شويه 3 مينيت خفي خفي يعني ماخذ راحتها خفي بات بانيك ما عندكش توتر كامل ما كاش توتر خليها دير هدي يا ميسا ما كاش اكيد شوفي خوله ما عندكش توتر انت ما عندكش يا مقبله كنتي خايفه شويه خلطي عامل الزمن صعيب شو يعمل الزمن واه بوفر درتي شريت عامل الزمن مليح. مليح هو محفز اها باش واحد يكون منضبط اكثر اكثر ما يكونش ليسي علي فيكشن مونيكوك نقول لك هذا هاكي تسمعي بلا ما كاع بدون تعليق والله بدون تعليق داكوغ معاهم توافقوا في الراي 12 دقيقه و45 ثانيه كي كي تحضري ما تتكلميش كاع هكا في الدار ما تهدرش تهدر وهنا ساكتة راه لا حبيبي اسمعي جو سوي فيفونت كوميم لا وي فيفونت وي اون لو سي مي على بالك راكي معانا كي اللي راكي في الدار وكي تحكي ديريها ديريها زعما ما خوك الكبيرة كي لقى خويا شوف اش راني ندير راني ندير هادي راني ندير هكدا زدي وحدة صغيرة راني ندير زيت على خاطرش هكدا وهكدا سي بون زدي أي وحدة صغيرة باش ديري دوز أسيات سي بون أيا سامبل 11 12 دقيقة وثانية 11 دقيقة 59 ثانية زيدي بلا عقل وباكي ترطط وبلا عقل كدا سيبو ماخذة راحتها لا إله إلا الله محمد رسول الله تقلص كامل ميسا ميسا هكا الرزانة بلا ميسا بيان سي بيان 11 دقيقة و40 ثانية يا ميسا حذاري الوقت دايمر يعني إنه يتدفق الآن من حبك حلا يحب نكهة الحق مازال ما لحقتنيش ما نكذبش مازال ما لحقتنيش انا دكتور نصبر صبر شوي نصبر نصبر كي تقول لي يما اصبر لا اجمع يماك تقول لك اصبر اصبر عام عامين ثلاث سنين اربع سنين حياتك كاع اصبر خويا العزيز الام قلنا عندما تتكلم الكل يصبر هذه لازم هكذا لا 11 دقيقة و 4 ثواني ميسا ميسا يتكلم معاك امك لازم تسمعي لها نقصي شويه على الدجاج غير شويه ما تنساش روحك ميسا ميسا نصك توتر راني نشوف يدي انا ما اقدر توتر كاين نوع من التوتر ما عرفتش تنقص له نقصي شوفي ميسا بالعقل برك منك شي نقصونا ماشي هذه 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 ناقص هكذا وناقص هكذا هي صح ولا شتي بلي الحاله خطيره تقدر تبدل كيف نقولوا لهم هنا هذيك الدوايره هذيك معليش نقدر ندخل لا ماشي الان كيقعدوا لك خمس دقائق اي صاي مازال حذاري امي صح كيقعدوا لك خمس دقائق ممكن انك تدخلي ما في مشكل 10 دقائق 19 دقيقه امي نخليكم انا صح خليكم براحتكم شكرا تكلموا قالك ما يسحش مني بلا مش عارف نقول عليك مير ما تفهمش ما يسحش لا ما يسحش لا موتار لا 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 موتار دير قار دير قار ما يسحش قار ما يسحش أمي خليكم خليكم أنا جاي خولة أنا جاي مالين دار ممكن ندخل عيشكم عيشكم واش خوله صافا بيان لاباس الحمد لله واش رايك في هذه الاكله دي شو بون هذه بحال السكالوب اصلا كيشم الريحه يطيب زعما بحال ما يسحقش وقت بزاف نورمالمون تكمل قبل الوقت بون مي السكالوب صح فيها لاصوص فيها ميم صوص بلونش شامبينيون صوص بلونش بصح صوص بلونش وي انا ما نعرفش قولي لي انا كاع ما يدوش الوقت كامل ما يدوش الوقت تسمى 15 دقيقة سي لاجومون عطاتهم وقت عتخدم الاس ديجا لا بخوف عجبتني فريمون لا ميثود دو ترافاي تاع ميسا الي تخي كالم تخي زان راهي مركزة في واش راهي دير اي سا سي بيان تسمى الوقت راهو يمشي على حساب واش راهي تخدم اي جو سوي سور كو راهي حتكمل في الوقت انا على زوي ما تبانش بصح كنت دقق ملي تشوفي داك الدران شويه انا شفتها لا كان خاص شي نشوف صوتها يا عيني
يما زولي خايك لاباس. لا لا لاباس الحمد لله. مليحة. الحمد لله. إيش راك ربحتي؟ أنا بحين معنا 5 ملايين. الحمد لله. الله يبارك فيك. والله غلي بليزي غير تعرف أكثر من الدراهم. وين يا عارة؟ والبليزي وش دير تربح. مليحة. 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 زعما لو كان نروحوا إلى أبعد نقطة، وشنو بال باش ماشي ندخل في أسراركم. وي وي. ولكن واش راكم حابين ديروا بهم يعني؟ هذا المقدار المالي صح التعبير. وين الخصم لايم ولا باش؟ كامل. انا نحكي لك على نحكي لك على الفوق قاعد فوق العرش الكبير. والله بالك والله ماني انا نضحك اللي تشارك في حال انا لو بوت تاعي في الحصه هذه المشاركة. أنا فهمت. لا 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 أنا بحال نهضر على روحي. أنا كي دخلت شوية باش نربح بحال لوبجيكتيف تاعي أنه القيمة تاع الربحة عند هذا هو لوبجيكتيف تاعي في الحصة بحال بكل صراحة. و خلاص أنا أمنتك. وي تخمني. أنا أمنتك 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 خولة ما في مشكل. ولكن الأم مثلا بالك ماما عندها كاش حال صدي بغيتها ما لبالك يا حجة إن شاء الله. بلا هادشي بلا هادشي بلا هادشي أنا ولا حجة راكي حاجة ولما هديتيش والله نتمناها لك من قلبي. بون سي بون طفي يا امي لحقت معاك يعني في الوقت المناسب نورمال. رحنا نورمالمون رحنا قبل الوقت بشويه. نقدر يعني نجيب المعدنوس ولا هي تجي تروح تجي لهنا. والله شحال رحت انايا؟ ايه بحال انا على باب جاي نقول لك باش تعرف انا جاي نجري عندك نقول لك وعلاش. لا صاي جيت نجري باش نقول لك هي دير غير ديك الغاسيه بالماء. والله ما فقط اذا كان انهيت العمل قال فوالا انا انهيت العمل تاعي باش نحبس الوقت. لا انا باقي لي المعدنوس اسكو نقدر نجيبه ولا تجيبه هي؟ اه لازم المعدنوس هي ولكن لازم تعرف تاع السير الاحمر وعبد التاثير الاحمر. خلاص حبست بيا انا بقي من 21 تنطلق الام سليمه. ما كنتش كاع داير في بالي انها ستنطلق. با 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 10 ثواني 9 ثواني 8 ثواني 4 و5 4 و3 4 و2 ما تنساش. اه خلاص غير بلا عقل بابا كنت رائعه جبتيني فهاد فوالا هادي هي. انا جاي نقول لك يا ودي قعدوا لكم 5 دقائق تاعك حقك انك تدخلي وتذوقي وديري واش تحبي. ولكن ولكن كي جيت عن بالي ما كتل ما كملتوش. بصح انا راني حاير حرت يعني 15 دقيقه وانتوما في 10 دقائق نقدر نقول في 10 دقائق يعني بشويه لا هي دروك باقي لها لو بلون دو طرافاي. خفي ميساء حطي لهم في لي لا معليش هذوك ميساء حطي هنا فهاد معليش خليك نخليك انا نخليك 3 دقائق و25 ثانيه و24 23 ما كان لها النيتوا لو بلون دو طرافاي. نقدروا نحبسوا الوقت فيصل. نقدروا نحبسوا الوقت مونيكو قالت لك تقدري تحبسي الوقت. ما فيش مشكله مازال ما نظفتش. صح في البله قالت لكم الصح في الصح ماشي في التنظيف. طباسه كي وجدوا سي بون. خلاص سي بون خلاص ما كانت تقعد نحطهم تما. حاطيهم يا سيدي راهي مال دوك انا ندبر راسي. معليش حاطيهم انت حبيتي تحطيهم باش ما نحيها لكش من خاطرك كما يقولوا وما نحيها لكش من قلبك. معليش حنا نحبس الوقت. حبس فوالا الوقت حبس. يا حسره يا حسره ولا لا فريمون لا غير واحد النكهه. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص احكمي بلاصه يا ها خلاص انطلقت ميساء فوالا انطلقت وخلاص خلاص انطلقت خلاص ميسا تبقيش سي فوبلي ميسا داكوغ بليز بليز ميسا مكانك ميسا بليز. معليش جميل انا فهمتك فهمتك ميسا. واحد النكهة واحد باش تتكلم وراه اللي راح للجيران انا تاعي ما دردوليش. معليش تاع الجيران وراه وتاع مونيكو وراه. انت تختار انت تختاري يا راهي إليك الاختيار. يلا اختاري معايا. هذا تاع مونيكا وهذا تاع الجواري. هذاك تاع مونيكوك وهذا مونيكوك تاع الجواري. الوغ تفضلي رفدي الصحن مع الام تاعك. يلا فيصل جيب لي ندوق هذا لو بلا تاع ميسا. جاي راني جاي راني جاي موني راني جاي راني جاي. سنا يروحوا برك سنا يروحوا للجيران. روحي معاهم تفضلوا مونيكوك العربيه. هاي 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 I'm coming! I'm coming, Mooney! Bon, Liouma, c'était ma première expérience. Vraiment, كانت هايلة بزاف بزاف ما شاء الله. الحمد لله جازت très très bien. و je souhaite, إن شاء الله, نربح ونكون في الحصة الجاية, إن شاء الله.
نلاصوص بنينة فايتة شوية في الملح بصح السكالو خاصو شوية بنة. تبارك. يلا ندوقو هاد السكالو بالا كريم اللي دارت لنا ميسا. رايحين تعرفوا النتيجة من بعد. Ladies and gentlemen, سيداتي أوانسي سادتي، لحقنا إلى نهاية البرنامج باش نعرفوا الآن شكون هو الفائز في هذا اللقاء، وشكون اللي راح تقول أمي هي الأقوى. هل هي خولة أم هل هي ميسا؟ ميسا معولة تربع الأم تاعها سليمة على عرش هذا البرنامج، كذلك خولة حابة تطلعها إلى هرم هذا البرنامج وتقولكم أمي هي الأقوى، كل ذلك بفضل الحلقة القوية تاع البرنامج واللي هي موني كوك العالمية. يا موني يعطيكم الصحة على لي دو بلا تاعكم، كانوا في زوج بنان لقيت فيهم البنة، يعطيكم الصحة يا في اوكان ديفو. كنت خايفة كو لا صوص تاعك تجي حامضة شوية وتجي قاصحة، مي فينالمون نو اي تي بون. وانتيا كنت خايفة لي شامبينيون تاعك يكونوا ما طابوش كو لا صوص تاعك تكون عقدة بزاف، مي فينالمون نو اي تي بون. بصح كاين ان بلا كان بنين على الاخر، ورايحين نعرفوا وشنو هو لو بلا اللي راهو مخبي تحت هاد لاكلوش واللي مولاتو تقدر تقول امي اقوى من امك. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أبا با 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 با. أيها الطباخين، أيها الطباخات، أبا با با با. أمهاتي في كل العالم، عندنا احنا في الجرس تاعنا الرنة، في الجرس تاعنا البنة، وفي الجرس تاعنا الحنانة. ال 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 حنانة رجال خافة الحنانة بابا اسكالوبا لكريم بابا قوة كبيرة عند هذه اللعبة والله صدقني قوة كبيرة. نقول لكم حاجة، خمو خمو خمو، هل تعودوا تولي ولا لا؟ لا عندكم 5 ملايين سنتيم ربحتوهم معنا، بارك الله فيكم، مبروك عليكم. خمي خمو هل تعودوا تولي ولا لا؟ لا بدون تفكير. نعم بدون تفكير. لا 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 لازم تفكروا. عملكم سهلة. خمو خاطر بدون تفكير. والله العظيم غير هايلة. ما دام سليمة هايلة. انتم ما نقول لكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. كنتوا في القمة مازال حال مازال حال مازال حال. كنتوا في القمة كنتوا رايحين خاصة أمي. أمي والله كي رايحة تخليني وحدي. يا أمي زوليخة على بالك ما نقدرش نفسر ما نقدرش نعبر. حنينة حنينة بزاف. حنينة بزاف والله حنينة بزاف. الأم بطبيعتها حنينة. تتدفق الحنانة يا سلام. تتدفق الحنان على بالي على بالي. بون. تولوا؟ إن شاء الله. الأسبوع القادم إن شاء الله راح تولي وتقعد أمي هي الأقوى.